عن أخبار الطقس في نشرتنا، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المحافظات ومدن الجمهورية والعواصم العربية والعالمية.